أخبار اليوم. صحفي أعقب الاستقبال حياته أكد عدم نيته للترشح لرئاسة الفيفا بشكل رسمي. أنا لا أنوي الترشح لرئاسة الفيفا بشكل رسمي، لأنني لا أحب أن أبدأ خطوة جديدة في حياتي العملية في الفترة القادمة. نحن نتمنى في وجود مستر عيسى حياته على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم هي زيادة عدد المقاعد المخصصة لإفريقيا في بطولات كأس العالم، اللي نتمنى أنها تكون 7 فرق مش 6 بس. كمان نتمنى هذا لأن فعلا الكرة الإفريقية تطورت بشكل كبير جدا. رئاسة عيسى حياته للاتحاد الدولي لكرة القدم تؤكد قدرة الأفارقة على تولي أرفع المناصب عالميا، وتفتح الباب أمام العالم لرؤية قدرات قارة أهملت لعقود طويلة.